يعني. وحتى يعني الأمور حتى علي فائز الآن وضعه الصحي غير جيد، هذا هم عمود أساسي من اللاعبين. راح يأثر غياب علي فائز؟ أكيد طبعاً، أتمنى له صحة وعافية. أكيد أستاذ علي، علي لاعب جيد ولاعب يلعب بالدوري الكويتي، وإحنا عندنا مشاكل بالدفاع خصوصاً خط الدفاع، لأن غياب سعد ناطق اللي ما أعرف يعني جوازه، وايضا مشكله اداريه. مشكله اداريه مساعد ايضا مشكله اداريه، انا اللي سامع به مشكله اداريه. ولا انت لاعب منتخب صعب استاذ علي تاسسه السنين، يعني 5 سنوات 6 استقرار بالمركز، وهناك بسهوله ينفرط به، تفرط به، فهذه هاي مشكله. لذلك احنا جربنا قلت لك اكثر من 57 لاعب، هاي ما صايره بكل المنتخبات. يعني بصراحة كل هسه منتخب إيران إحنا يمكن نعرف المهاجمي ولاعبي ولاعبي وسط، الآن إحنا منتخبنا إحنا الشين، وأنتم ما نعرف من التشكيلة اللي راح تشترك بالمباراة، وهذا الخطأ يعني كلفنا كثير. يعني إحنا ببطولة تصفيات كأس العالم، يعني الأهم بطولة إحنا دنجرب لاعبي، وهذا الخطأ يعني كلفنا الكثير، لأن ما عندنا استقرار لا بالمدرب لا باللاعب. فان شاء الله يعني الله يكون بعون فريقنا ووضع الفريق. المفروض نعوض غياب علي فائز بلاعب اخر، نقدر نستدعي لاعب اخر كابتن؟ والله انا اللي اعرف يعني خلال هاي الفتره يعني ممكن انه بحكم اذا لاعب مريض، انه خصوصا اذا يعني موضوع كورونا ممكن يحق لك تقدم يعني كتاب للاتحاد الاسيوي، وتقدر انه هذا اللاعب تستعين بلاعب اخر. هذا اللي يعني اللي اعرفه. راسلين 25 لاعب المنتخب، من البديل؟